التغييرات الإقليمية والدولية تؤثر على قضية فلسطين وعلى مجمل قضايا المنطقة، ولكن الذي يصنع التاريخ هو نضال الشعوب. فنحن، تغير الرئيس الأمريكي أم لم يتغير، نحن الذين سنفرض إرادتنا. والادعاءات الإسرائيلية لا نبالي بها، هم عدو محتل. أي رئيس أمريكي سواء كان ترامب أو غيره، هؤلاء سيكتشفون الحقيقة أن التعنت الإسرائيلي ليس وحده الذي يصنع المعادلة، وأنه لا استقرار في المنطقة إلا بنيل الشعب الفلسطيني حقوقه ورحيل الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا. هذا هو الحل، ونحن ندعو الرئيس ترامب، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إلى إدراك هذه الحقيقة وأن يغير سياسته الخارجية اتعاظا بالفشل السابق الذي واكب الإدارات الأمريكية المتعاقبة. قلتها مرارا، ما تمارسه إسرائيل كدولة احتلال مع القدس والمسجد الأقصى هو لعب بالنار، ومحاولة منع الأذان في مساجد القدس أيضا لعب بالنار. ورأت رد الفعل عند قطاعات شعبنا الفلسطيني، بل عند جمهور الأمة، ولذلك اضطرت أن تتراجع، خاصة بعد أن وجدت أن هذا قد يكون مدخلا لوقف أيضا بعض الطقوس المتعلقة باليهود. لكن العبرة الأساسية أن الغضب الفلسطيني أعطاهم رسالة وخطا أحمر اضطروا أن يتراجعوا عنه، رغم معرفتنا بطبيعة هذا الاحتلال أنه يسعى من باستمرار إلى تجديد مشاريعه وامتصاص غضب الناس. ولكن القدس والأقصى بالنسبة للفلسطينيين وللمسلمين جميعا هو خط أحمر. بعد فشل انقلاب 15 تموز من هذا العام، أن الشعب التركي وقيادته وجميع قوى السياسية صنعوا ملحمة عظيمة بالانحياز لتركيا ومصلحتها ومستقبلها ونجاحاتها، وأفشلوا هذا المخطط لوعد التجربة التركية الصاعدة. فتحية للشعب التركي، تحية للقيادة التركية، تحية للقوى والأحزاب التركية وفي مقدمة حزب العدالة والتنمية على هذه المحطة الوضيئة التي نفخر بها في تاريخ تركيا. وإن شاء الله تركيا نجاحها ونجاح للشعب التركي، لكن نجاح للمنطقة وللأمة الإسلامية جميعا. تهنئة لكم جميعا وتحياتي.